السلام عليكم. السلام عليكم ومساكم الله بالخير. إن شاء الله اليوم مشروعنا أو سديمنا سديم الصدر. سديم الصدر هذا يقع في كوكبة دجاجة وأهم نجم يعني في كوكبة الدجاجة اللي هو سديم الصدر أو نجم الصدر يعني. بل هو السديم منتشر مساحة كبيرة جدا، فعشان كذي ما تقدر تصوره كامل يعني تصويره كامل مستحيل يعني. فأنت تحاول تصور أجزاء من سديم الصدر. هو يقع في منطقة فيها سديم الصدر وجنبها سديم ثاني اسمه سديم الهلال، وبعدها يجي سديم أمريكا الشمالية وسديم الروح أو سديم البجع، سوري سديم البجع. هذا كل السدم الكبيرة هذه موجودة في منطقة واحدة وفي قلب المجرة. فأنا انتظرت صار لي فترة كم شهر ما يعني صورت فقط تصوير بسيط الفترة اللي فاتت، سبب أن المجرة كانت في الأسفل. الآن المجرة ارتفعت للأعلى، هي ترتفع في الصيف، فبالصيف ما تقدر تصور يعني في بعض الكاميرات ما تتحمل حرارة الصيف، خاصة احنا في الكويت الحرارة عندنا احنا بالليل توصل 40-42 درجة بالليل، فالتصوير بالليل عندنا صعب وممكن تخسر بعض المعدات اللي عندك، يعني بعض الكاميرات ممكن تحترق عندك بسبب شدة الحرارة يعني. فأنا أستعمل طبعا دائما يعني بالصيف أكثر شيء أستعمل كاميرات الأسبيك، وأستعمل التلسكوب الكبير اللي هو الويليام 132 ملي، يعطينا نتائج أسرع. وكاميرات الأسبيك لأنها كاميرا كبيرة وقوية وفيها جهاز تبريد قوي جدا، بالإضافة أني أنا أستعمل تبريد بالتكييف يعني جهاز التكييف. سبق اني انا عملت اكثر من فيديو عن هالموضوع هذا، حتى فقط يعني اقدر انزل حرارة الكاميرا الى ماينس 15 او ماينس 20 حتى نقدر نطلع صور جميلة يعني، ما فيها نويز، ما فيها يعني النقاط الزرقاء والنقاط الحمراء اللي تظهر في النويز، لان احنا ناخذ تصوير لفترات طويلة يعني. لكن سديم الصدر ما تحتاج انك تتصوره خمس دقائق يعني، ممكن صورة دقيقة أو دقيقتين كافية يعني، صورة دقيقة أو دقيقتين تكفي لتظهر تفاصيل هذا السديم. فأنا بصور اليوم تقريبا 50 صورة، كل فلتر تقريبا 50 صورة، ممكن أقل، لكن لازم نكثر إحنا الاتش ألفا، لأن الاتش ألفا هو الأساس، لأن معظم السدم هي اتش ألفا. راح نصور 50 صورة إن شاء الله ألفة، بس كل صورة راح تكون دقيقة واحدة فقط، لأن السديم واضح ما يحتاج أنك أنت تصوره بأكثر من دقيقة يعني، ممكن تصوره دقيقة دقيقتين ممكن خمس دقائق، كل ما تزيد المدة يوضح أكثر يعني السديم. لكن سديم صدر سديم واضح، فممكن
50 صورة في 60 ثانية راح تعطينا صورة واضحة وممتازة يعني. فإن شاء الله اليوم أنا راح أستعمل تلسكوب الكبير مع كاميرات الأزبك عشان نبدأ التصوير. فخلونا نبدأ التصوير. والمعدات اللي راح أستعملها اليوم للتصوير راح تكون كاميرات الأزبك. أنا طبعاً أنا بالصيف دائماً أستعمل تكييف، فهذا التكييف يعني هو يبرد لي الكاميرات بدرجة كبيرة بسبب الحرارة الشديدة. فراح أستعمل إن شاء الله الأزبك اليوم، وراح أستعمل هذه المعدات اللي أنتم شايفينها اليوم. هي هذه راح أستعملها، وهذا طبعا ستيلر ميت الجديد. صراحة هذا الجهاز هذا حل لنا كل مشاكلنا. وراح استعمل الماوت الكبير طبعا. طبعا دام في تلسكوب كبير فلازم تستعمل ماوت كبير، بالإضافة إلى يعني تلسكوبات ثانية مساعدة في التصوير. الآن هذه الصورة، صورة سديم الصدر. هذه الصورة، الصورة الأولى. لاحظون السديم كيف هو واضح. هذه صورة 60 ثانية فقط، يعني مجرد 60 ثانية، صورة واحدة 60 ثانية. فإن شاء الله يعني بعد ما نجمع 50 صورة اتش ألفا مع 50، إذا في وقت راح أخذ 50 صورة ثانية حق الأكسجين وحق السولفر، وإذا ما في وقت راح أخليهم 25 صورة. المهم إنه يعني أنت تاخذ أكبر عدد من الصور تأخذها للإتش ألفا. الإتش ألفا هو أهم فلتر. فأنت ممكن تصور مثلا صور مثلا مدتها 2 دقيقة أو 3 دقائق أو حتى 1 دقيقة، بس أنك تكثر من الإتش ألفا لأنه هو الأساس يعني. إن شاء الله بس أنتهي من هذه الصور. طبعا راح أخذ لغاية الفجر تقريبا، راح أصور لغاية الفجر، وبعدها إن شاء الله نبدأ نجمع الأصوات إن شاء الله. الآن بعد ما انتهينا من عملية التصوير، يعني التصوير مو فقط يعني صور تصور السديم، أهم تصور الدارك والبايس والفلات، خاصة الفلات يعني ضروري انك تصور فلات. فهذه صورة الحين البايز، 50 صورة بايز ودارك، وصور الفلات طبعا فلايت اتش الفا وفلايت الاكسجين وفلايت السولفر. والان عندنا الصور اللي صورناها. طبعا صورت تقريبا 51 صورة سديم الصدر، مدة صورة 1 دقيقة. وصورت 25 صورة الأكسجين و25 صورة السولفر. فنبدأ إن شاء الله شغل برنامج ونبدي نعالج الصور. طب خلونا الآن نكتب اسم السديم، سديم الصدر، ونبدي نضيف الصور الآن.
انا هذه 50 صوره اتش الفا. طبعا في صوره كانت مره الطياره طلعت خطوط فيها، فانا لغيت صوره واحده وصورت واحده ثانيه بدالها. تلاحظون 50 صوره. نضغط مره ثانيه ناخذ الاكسجين، وعلى اثناء التصوير ممكن تمر طائره امام التلسكوب، يعني امام المكان اللي انت تصور فيه، فتلتقط الكاميرا طبعا اضواء الطائره هذه، او تمر بعض الاقمار الصناعيه فتظهر خطوط يعني بالصوره، فلازم هذه الصور يعني تلغيها. الان الصور، الان نجي نعمل الماستر فلات. طبعا انا عامل لهم ماستر يعني بالاول، وماستر فلات حق الاكسجين. طبعا انت تعمل الماستر بالاول حتى تختصر الوقت، يعني تختصر الوقت اثناء المعالجة يعني. وماستر دارك حق 60 ثانية دارك، وعندنا الماستر بايز، واخر شيء الباد بيكسل ماب. طبعا هاي العملية راح تنتهي بسرعة لان احنا عاملين الماستر، فالان تلاحظون انتهت بسرعة يعني. الان نجي للمرحلة يعني الاخيرة، وخلونا نحط الصور هني. انا ضغط انتجريت اللي هي يعني تجميع الصور. هذا طبعا راح تاخذ لها وقت بحدود 20 دقيقة، وارجع لكم ان شاء الله بعدها. الان انتهينا من تجميع الصور. هذه طبعا صورة السولفر اللي هي الكبريت، وهذه صورة الاكسجين 3. لاحظوا ان الاكسجين 3 فاضية ما فيها سديم يعني، فاحنا الاحسن ان نستبعدها ما نستعملها، فنستعمل الهيدروجين الفا. شوف الهيدروجين الفا كيف واضحه، يعني هذا من 60 ثانيه الصوره من دقيقه واحده بس، لان جمعنا 50 صوره مع بعض فاعطانا هذا السديم بهذا الجمال هذا بالوضوح هذا الشديد. طبعا السديم هو معظمه او 90% 99% منه هيدروجين الفا، يعني ممكن تجي 5% شيء بسيط يعني اللي هو السولفر اللي هو الكبريت. فاحنا راح نضيف الكبريت بدال الاكسجين، لان الاكسجين فاضي ما في السديم، ما في اكسجين، هذا مو مثل سديم الحجاب، وفي بعض السدوم يكون يعني فيها نسبه الاكسجين كبيره فيبين معنا. فخلونا الان نجمع الاصوار. انا راح اخذ راح استعمل الصوره واحده بس فقط اللي هو الهيدروجين الاكسجين، الاكسجين مع طبعا اللي هو الاتش او 2، لكن انا ما راح استعمل الاتش الاو، يعني ما راح استعمل الاكسجين، راح ابدل الاكسجين مع السولفر مع الكبريت. فخلونا نضيف الهيدروجين بالاضافه الى بدال الاكسجين راح استعمل السولفر. انا الاكسجين يعني ما في اكسجين السديم، فالهيدروجين راح استعمل الهيدروجين له نفس ما هو. هني السولفر راح اغيره الى اكسجين، يعني راح اقول له ان استعمل الصوره هذه كاكسجين. و
ابدي نجمع الاصوار. اعطانا صوره جميله جدا مثل ما انتم شايفين، ممتازه. انا خلنا اسيبها. راح يعني نعالج الصور، فقط هذه الصوره واحده راح اعالجها حتى اختصار للوقت يعني. ممكن احنا نعالج الصوره هذه مع صوره الهيدروجين الفا، يعني ناخذ صوره مونو ابيض واسود ونعالجها بعد. الان طبعا اول شيء نسويه راح نقص الاطراف. هذا الآن صورة يعني جدا جميلة، بس احنا إذا عملنا لها ريموف لايت بوليوشن راح نزيل التلوث اللي فيها، التلوث الضوئي اللي فيها. طبعا المنطقة اللي أنا فيها يعني فيها تلوث هائل يعني، فخلونا نزيل التلوث هذا. الآن تلاحظين أزلنا التلوث اللي فيه في الصورة، فممكن ناخذ أماكن ثانية. يعني حتى نبرز السديم أكثر. الصورة ممتازة جدا. بل أنا ما بيتعبث بالصورة هذه نهائيا، الصورة جدا ممتازة وواضحة. راح أخليها مثل ما هي، بس شوية نزيد الخلفية السوداء بس حتى تكون بارزة أكثر. راح أسيف هذه الصورة. راح نعمل لها يعني نخفف عدد النجوم. بان الصورة جميلة مع النجوم، لكن إذا خففنا عدد النجوم يظل يعني السديم يعني يبرز أكثر. ممكن نبرز السديم أكثر. أنا ما بزيل النجوم كلها، بس أبي أخفف عددها يعني. فخففنا عددها،
راح يظهر السديم أوضح، مع أنه هو واضح يعني ما شاء الله صورة جميلة. خلينا بدأ 73 خليها 80. قلت كذي ممتاز، انا اسيب هذه الصوره، انا صوره جميله. احنا ممكن بعد ناخذ الصورة الثانية اللي هي صورة الهيدروجين الفا. لاحظ صورة الهيدروجين الفا جميلة جدا بعد. خلونا يعني نقص ناخذ طبقة منها، يعني نشيل الأطراف فقط يعني. هذه وين راحت؟ وين راحت؟ وين راحت؟ بالأخير ملاحظينها بهالطريقة هذه. خلنا بس نعمل لها ريموف لايت بوليوشن، نزيل التلوث اللي فيها، راح تطلع صورة هذه أجمل من الملونة. لأنه راح تبرز في شغلات داخل الصورة تبين بالأبيض والأسود أوضح. خلونا نجرب ونشوف. انا بخليها تشيل لان عجبتني الصوره وايد حلوه، بس ابي اسيفها. الان هذه الصور، هذه صوره السديم، هذا مع نجوم أقل، هذا نجوم أكثر، وهذه الصورة بالأبيض والأسود. خلونا نبدي نعالج الصورة هذه بالفوتوشوب. ان شاء الله الصورة وايد حلوة جميلة جدا.
اللون بالأول أنا ما بعالج الصورة يعني معالجة كبيرة، لأن الصورة وايد حلوة أصلا، فخلون يعني نزيد شوي إضاءتها. والصورة الآن ممتازة جدا، فما نحتاج نعملها معالجة أكثر من هذه. حتى لا نخربها، تظل كذي الصورة أفضل. بس خلونا شوي ناخذ من ال ولا ما يحتاج أصلا. الصورة جدا ممتازة. زين، هذه الصورة الأولى. خلونا بعد ناخذ خلونا ناخذ الصورة الثانية. طبعا هذه الصورة بعد التعديل، وهذه قبل التعديل. لحظة، هذه قبل التعديل وهذه بعد التعديل. ما يعني ما أضفنا لها شيء يعني كثير، لأنها أصلا هي واضحة، ما تحتاج إن ما نحتاج نلعب فيها حتى لا نخربها يعني. خلونا نشوف هذه الآن. حتى هاي صورة ممتازة. الآن هذه الصورة ملاحظينها، صورة جدا جميلة. هذه قبل تعديلها وهذه بعد تعديلها. بعد تعديلها أجمل صارت. هذا كل شيء، شاكر لكم، السلام عليكم.